والله احنا مع الغلق الحدود، بل انما شنو الغلق الحدود صارت سلبيه علينا. سلبيه شنو؟ الاسعار قبت علينا، والمواد الغذائيه صعدت، والشغلات حتى بالنسبه للمقاهي عزلوها، وهاي الامور يعني مو حل. هاي مو حل. الحل شنو هو؟ الحل احتراس امني، مثل ما يقول افحص اشيك، ما مشكله، عنده شيء ما يدخل، ما عنده شيء خليه يدخل، لان هاي الامور حتى التداول يمشي، الحياه تمشي تدرج، مو تظل متوقفه الحياه وتظل هذه، لان هاي الامور تظل يعني الى متى تظل يعني انسداد، يصير سد والمقاهي مسدوده وهاي العالم عنده ايجارات وهذه. يعني فرضا هسه ابو مقهى يجيب مثلا شغلات سفريه، او مثلا يجي يقعد يشرب له استكان سفري انزت وانتهى الموضوع. طلباتكم خليت الازمه حتى نقدر نقضي على هذا الموضوع؟ والله مطالباتنا هي خليت الازمه، يعني حيل مضبوطه يعني شغلتهم، بس اشنو احنا نريد من الصحه انه يشدون بحيث حتى لا حد يدخل من خارج المدينه، انه واحد مريض او شيء فحص يشيك تشيك مضبوط. محافظه خاليه لازم واحد يحافظ عليها. نعم، مع غلق الحدود لفتره، بس لما تزيل هاي الاوبئه هاي وتنتهي يحمد جوهم شويه. لا، البضايع والله المفروض مسموح بها على مود الشعب حتى لا يصير ارتفاع بالاسعار، ولا يصير يستغلون بعض التجار يستغلون الوضع. فالبضايع خلي الطب، اكو اجهزه تفحص، احنا المفروض بالحدود كل منطقه اكو لجنه طبيه واقفه هناك تفحص اللي مسموح لهم بالدخول، ما بيشي يدخل، بيشي يحجر ويشر. والله مطالبتنا اريد يعني توفير المعقمات داخل الشوارع في الاماكن المزدحمه، ما شفنا لحد الان. يعني الضحك بالاخبار بالصين بالشوارع يبخون المواد المعقمه حتى على الاشجار على الشارع على السيارات، احنا كل شيء ماكو، احنا المفروض بس يوفرون مواد معقمه تعقم هالاجواء هاي مالتنا. نعم نعم، فرق جواله تفتر تعقم. يعني ايام زمان كانوا يطلعوا يعقمون، هم يفترون وقت هذا يصير بق ناعم، يفترون بالسيارات مدفع من وراء دخانيه تقتل الحشرات كلها. لا والله يعني فتح الحدود يعني الناس تروح تجي بضايع، تدري اللي عنده شغله يقضيها ويرجع، بس فرق صحيه بالحدود يعني ان شاء الله تمنع الامراض. والله علوه ان شاء الله، لان كل المناطق يراد لها تعقيم تنظيف، يعني تدري المحلات الاسواق بالبيوت داخل البيوت كلها يراد لها تنظيف وتعقيم. ما هي المطالبات اللي طالبوها من خليط الاسماء في هذا المره؟ والله توفير فرق صحيه اكثر، ارشادات تساعد المواطن بحيث يعرف شنو هذا المرض، ايش تداعيه، ايش خطرته على الانسان. لا، نحن ما نريد تسد الحدود، وتعرف يعني مو الصين انضرت حيل، وهاي الكورونا جتنا منين ومن الصين وما ادري منين، ما يصير. ترى الموصل تعبت حيل والله العظيم، ايش هالمرض هذا جانا وما ادري شنو. ما نريد الحدود تسد، وما نريد كل شيء ينسد عندنا، وهي الموصل تعبانه فرد مره، وذا المره سدوا الحدود نحن راح نموت، ما يصير بعدين يا اخويا. راح يصير فرق بالاسعار؟ اي طبعا، شلون؟ ولسه صار فرق بالاسعار.